أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة عن طوفان الأقصى وآخر المستجدات والتطورات ونجاح القوات المقاومة بردع هذا الاقتحام الإسرائيلي الذي حاولت منذ يوم أمس القوات الصهيونية تنفيذه على قطاع غزة. وللحديث أكثر عن هذه التفاصيل نرحب سوية بضيوفنا الكرام، عضو الرابطة الدولية للمحللين السياسيين الأستاذ قاسم العبودي. أهلا بك سيد قاسم. وأيضا الترحيب بالمحللة السياسية زينب عقيل تنضم لنا بعد قليل برسكايبة من بيروت. أبدأ معك سيد قاسم، كيف تابعتم نجاح حماس في قتل وأسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية الصهيونية المقتحمة التي حاولت اقتحام غزة منذ ليلة أمس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمتابعيكم الكرام في كل مكان وللضيوف الأعزاء في كل مكان. سيدي الكريم، نعتقد اعتقادا جازما أنه عدم خوض الحرب البرية من قبل القوات الصهيونية جاء بضغط أمريكا كبير، لأن الأمريكان يعلمون جيدا أن أبناء مدينة غزة سوف يستبسلون بالدفاع عن مدينتهم، وهذا ما أخر الاقتحام البري لهذا الليلة التي سبقت الليلة الفائتة. لذلك نقول سيدي الكريم، هنالك استراتيجية قد عمل عليها المقاوم الفلسطيني، وكانت هذه الاستراتيجية تقضي بأن يكون هنالك استنزاف كبير لقدرات العدو الصهيوني، وقد تحقق ذلك يوم أمس عندما صدت المجاميع المقاومة الفلسطينية في محور فلسطين المقاوم. حقيقة يعني صدت الآلة الوحشية البربرية التي يعني روج لها الإعلام الغربي على أنها الجيش الذي لا يقهر والآلة التي لا تقهر، لكنه تم قهرها يوم أمس بتواعد أبطال المقاومة الفلسطينية الذين حق سطروا ملاحم كبيرة في سفر هذه الأيام الخالدة التي حقيقة اقترنت بالنضال الكبير لهؤلاء الأبطال. ما رافق ليلة أمس حق من السقاطات، وللأسف الشديد أنه هنالك حقيقة بعض الإعلام المغرض وبعض الإعلام يعني المأجور، وحتى من الإعلام العربي حاول الترويج على أنه هذه الليلة سوف تكون ليلة كبيرة على فلسطين وعلى غزة تحديدا، وسوف يكون هنالك يعني قتل وبطش. نعم هنالك قتل وهناك استهداف، هناك غارات، هنالك يعني لا مكان آمن في غزة، لكنه لله الحمد هنالك أبطال قد رسموا استراتيجية وقد ساروا في حيثيات هذه الاستراتيجية، وقد أبدعوا في عملية صد الدبابات الصهيونية التي ربما بعضها مقاد من قبل بعض المقاتلين الأمريكان أو الجنود الأمريكان الذين حقيقة أعطوا كثير من إحداثيات الجيش الصهيوني الذي بدأ مهزوزا كبيرا جدا، وقد تكلل ذلك بأسر عدد منهم وقتل عدد منهم وإحراق كثير من الدبابات التي كانت في طريقها إلى غزة. نعم. لكن فشل القوات الكيان بالاقتحام البري يوم أمس ما راح يخليهم ويدفعهم أن يغلون بالقصف على المدنيين أكثر؟ نعم، يعني الاستراتيجية الفلسطينية تقتضي أو تقضي أنه تصل بالقضية الفلسطينية إلى أبعد مدى ممكن بالعالم، يعني العالم بدأ ينسى قضية فلسطين، لذلك آل الفلسطين عن نفسه أن يعود مرة أخرى إلى الواجهة بقضيته، وهو يعلم أن الثمن سوف يكون باهظ، وحقيقة يعني الثمن الذي دفع من أجل هذه القضية كان باهظا جدا، وقد استهدف البشر والحجر، لم تبق الطائرات الصهيونية ولا السلاح الفتاك المرعب الصهيوني أي شيء في غزة إلا وقد ناله، لكنه هذا محسوب بحساب دقيق. ونعتقد أنه ربما بعض المرجفين وبعض الموتورين الذين يعني يخافون كثيرا أنه هذا الفعل الذي أقدمت عليه حماس لا يتوازى مع رد الفعل الصهيوني، لكنه الأيام القادمة سوف تثبت الآخرين. نعم هناك دماء، هناك دمار، هناك قتل، لكنه الثيمة الحقيقية للفكرة والاستراتيجية الحقيقية سوف تكون مذهلة بالنسبة للرأي العام العربي والعالمي على حد سواء. طيب، من جانب آخر، البعض من المحللين والخبراء الاستراتيجيين والأمنيين والعسكريين رأوا أن محاولة الكيان بالتوغل البري يوم أمس، هذه المحاولة التي باءت بالفشل بتصدي القوات المقاومة الفلسطينية لها، أنها كانت مجرد جست نبض حماس وإمكانيتهم الردعية لأي اقتحام بري. طيب، بالمقابل يمكن أن تدخل إسرائيل مجبرة للمفاوضات والهدنة؟ نعم، يعني النفس الطويل للمقاومة الفلسطيني والاستراتيجية الكبيرة والدقيقة جدا الذي قام بها المواطن الفلسطيني المقاوم الفلسطيني، أنا برأيي سوف تجبر الجانب الصهيوني على الدخول مجبرا إلى طاولة المفاوضات أو قاعة اجتماعات مع الجانب الفلسطيني من أجل وضع حد لهذه المأساة الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
نعم القدرات عالية لدى الجانب الصهيوني، لكنه القدرات أعلى وأكبر عند الجانب الفلسطيني برغم الوحشية الكبيرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي المدن الفلسطينية. إجمالا نقول أنه المعادلة العسكرية الفلسطينية أجبرت المحتل الصهيوني على التنازل عن كثير من الأشياء، وسوف تجبر أيضا المعسكر الغربي متمثلا ببريطانيا وأمريكا وباقي الداعمين للكيان الصهيوني. وحدة الساحات المقاومة في المحور المقاوم حقيقة فرضت إرادتها، وأنا أعتقد أن الأيام القادمة سوف يكون لها مساحة أكبر عندما يكون هنالك ربما استهداف بري أكبر من قبل الجانب الصهيوني. طيب ممكن هذه المعطيات كلها إضافة إلى عدم وجود رغبة أمريكية باقتحام إسرائيلي لقطاع غزة، كل هذه ممكن أن تؤثر على وتساعد على فتح خطوط مفاوضات جديدة وخطوط حلول سياسية واتفاقات دولية؟ نعم، يعني هو كانت استراتيجية الأمريكية الصهيونية تعمل على أنه يكون هناك استنزاف كبير للشعب الفلسطيني ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات حتى تكون هذه الدماء ورقة ضغط، لكنه إيمان الشعب الفلسطيني بقضيته وإيمانه الكبير بالمقاومة الفلسطينية حقيقة يعني أنا برأيي سوف يذهب هذه الفرصة من الجانب الأمريكي والجانب الصهيوني، باعتبار أنه اليوم هناك تفاعل كبير بين الشعب والمقاومة الفلسطينية. يعني رأينا في الداخل الإسرائيلي هنالك يعني شعب مهزوز بمجرد أنه بالرشقات الأولى للصواريخ المقاومة الفلسطينية ذهب الكثير المطارات وقد هربوا من المدن، وهنالك اليوم عملية تفريغ للمدن، لكنه في فلسطين رغم النداءات المتكررة أن يذهبوا إلى هذا المكان أو إلى ذاك المكان، يعني محاولة التهجير القسري لغزة لم تأتي أكلها رغم الوحشية والبشاعة التي حقيقة لم نراها على امتداد التأريخ بهذا الشكل، لكن هناك تناغم كبير ما بين الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي تمثل اليوم الشعب الفلسطيني خير تمثيل بعيدا عن الذين حقيقة باعوا القضية الفلسطينية على مدى التاريخ البعيد. نعم أيضا نرحب بالمحلل السياسي زينب عقيل تنضم لنا مباشرة عبر سكايب من بيروت، أهلا بك مرة أخرى سيدة زينب. وأود أن نتحدث عن فشل الكيان الصهيوني وماكنته العسكرية بالاقتحام البري لقطاع غزة ونجاح قوات المقاومة وحماس بأسر وقتل عدد كبير من القوى المقتحمة، ماذا سيترتب على هذا الفشل الإسرائيلي سيدة زينب؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. يعني هم حاولوا أن يعني كانت هذه العملية بمثابة اختبار إلى أي مدى يمكن لهم أن يتوغلوا في هذا الإطار، حاولوا أن يقسموا المنطقة والحدود مع غلاف غزة، حاولوا أن يقسموها إلى ثلاثة أقسام وأن يفصلوا هذه الأقسام عن بعضها. هم أيضا أقاموا حسب ما قرأت في صحيفة وول ستريت جورنال أنه أقاموا مثل قرية صغيرة تمثل غزة، وقاموا بالتدرب عليها أيضا ووضعوا وأنشأوا فيها المباني والخنادق وقاموا بالتدرب لحول كيفية الدخول إلى غزة، وهم يعني منذ فترة وهم يتدربون على هذا الموضوع، والأمريكيين معهم أيضا على الرغم من إنكارهم بشأن بموضوع التدخل أو أن يكون لهم أيضا قواعد أو اشتراك معهم. لا. على أي حال فشل طبعا، يعني هم على الرغم من هذا التدريب وعلى الرغم من أنهم كانوا يعلمون جيدا وعلى الرغم من التغطية الأمريكية، لأنهم لم يتمكنوا من فشلوا بالطبع، وكان هذا متوقعا، وكان الكثير من قادة أركان الجيش يقولون لهم بأن هذه المسألة هي مسألة صعبة جدا وغير ممكنة يعني أن تحقق أهدافها، وليس من ممكن أن تحقق أهدافها ومن الصعب أن تحقق أهدافها، ولكن الحكومة اليمينية المتطرفة المتشددة كانت مصرة جدا مع القرار جالانت وموتريتش، كانوا مصرين جدا على أن يقوموا بهذه العملية، على الرغم من أن نتنياهو كان خائفا أيضا، وهو رجل معروف بأنه مرتاب جدا ومتردد جدا وغير قادر على اتخاذ قرار بأي حال.
طيب سيدة زينب، ماذا عن تضارب هذه المعلومات حول الرغبة الأمريكية باقتحام صهيوني لقطاع غزة، اقتحام بري بعدم رغبة أمريكية، تصريحات أمريكية متضاربة ومواقف أيضا متضاربة، هل الأمريكان يرغبون بقيام إسرائيل بهذا الاقتحام أم لا؟ الأمريكيين لا يريدون التصعيد في المنطقة، الأمريكيون يريدون أن ينتهوا من حماس ولكن بدون أن يحصل تصعيد في هذه المنطقة، ولكنهم يعرفون بأن هذه المعركة هي ليست معركة إنهاء حماس، كما نحن نعلم جيدا بأن هذه المعركة هي ليست معركة التحرير وليست الحرب الكبرى إلى حد الآن، يعني طبعا إذا لم تنزلق الأمور. لكن الأمريكيين يريدون مناورة بسيطة، يعني أن يتم الدخول إلى مسافة قصيرة جدا، يمكن أن يأخذوا الصور وأن يحاول أن يقنعوا جمهورهم أو يقنعوا الرأي العام العالمي بأنهم تمكنوا أو فعلوا شيئا لكي ينزلوا عن الشجرة التي صعدوا إليها، وأيضا لكي يتدربوا لأي محاولة توغل بري أخرى. هم الآن يريدون أن يستفيدوا أيضا من الدروس تماما كما حاول الأمريكيون أن يستفيدوا عندما دخلوا إلى الفلوجة وعندما دخلوا إلى الموصل. هم خسروا خسارة يعني لم يتوقعوا أن يخسروا، في خاصة عندما دخلوا مثلا إلى الفلوجة، وأنتم في العراق تعلمون ذلك جيدا، ولكن كان ثمة دروس مستفادة من هذا الدخول، وكان ثمة محاولة لتطبيق هذه الدروس أو لمحاولة تفادي هذه المسألة، وهم يحاولون الآن أن يقوموا بتطبيق الدروس المستفادة أيضا في هذا التوغل الذي يحصل الآن في غزة. وأيضا إذا قاموا بهذه المسألة فإنهم يمكن أن يكون نوع من كشف أو التدرب أو محاولة معرفة أو استكشاف، إذا يعني ليست أكثر من مناورة. هم والأمريكيين لا يريدون أن يكون ثمة اجتياح كبير أو أن يكون هناك كسر لحماس، لأنهم يعرفون أنه لا يمكن كسر حماس، فإذا هي مناورة صغيرة لا أتوقع أن تتعدى هذه النقطة. طيب، خشية أمريكية واضحة من توسع جبهة المواجهة، لكن محور المقاومة، ساحات المقاومة، هل لديها الاستعداد خصوصا في جنوب لبنان؟ هل لديهم الاستعداد الكافي لتوسع هذه المواجهة إن حدثت فعلا؟ نعم، أكيد طبعا من المؤكد بأن حزب الله ومنذ عام 2006 يتحضر لهذه المعركة. وعندما قال وعندما تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن مسألة وحدة الساحات وتوحيد الجبهات، وأنه أي حرب مقبلة ستكون من كافة المحاور، هو لم يكن يتحدث عن عبث، وكان ثمة حديث عن غرفة مشتركة، وهذه الغرفة بالطبع وأكيد أنها لا تزال موجودة، ولكن يعني لا يمكن مثلا هناك مسألة يعني لها علاقة ب انه هل الجبهة الان او هل هذه يعني هو السؤال الاساسي، هل هذه هي الحرب الكبرى؟ هل هذه هي الحرب التحرير وحرب ازالة الكيان المؤقت؟ يبدو انه في الحسابات العسكرية وفي الحسابات السياسية بانه اسرائيل يمكن ان تكون بعض اضعف، الولايات المتحدة يمكن ان تكون بعض اضعف، والاتحاد الاوروبي واوروبا يمكن ان تكون بعض اضعف، وبالتالي ربما يعني حتى انه عندما اقامت حماس او كتائب القسام هذه العمليه كان هدفها هو تحرير الاسرى او اقامه صفقه مع الاسرى، لم تكن يعني هذه المساله لها علاقه بانه ان تفتح جميع الجبهات، ولكن بالطبع اذا تم الانزلاق، اذا حصل الانزلاق فان هذه الجبهات بالتاكيد هي مستعده لهذا الموضوع، ولكن نحن من نقوم بعنصر المباغته وليس هم. يعني ثمة حسابات عسكرية وسياسية ولها علاقة بالوضع العالمي بالتأكيد مختلفة لدى صناع القرار أو قرار التدخل، وعلما أنه نحن نتدخل ونحن نسقط لنا شهداء هنا في لبنان، وأصبح ثمة 50 شهيدا تقريبا، والجبهة مفتوحة وتقريبا هناك 3 ألوية، ولمن يعرف جيدا في الحسابات العسكرية يعرف ماذا يعني أن يكون 3 ألوية موجودة على الجبهة الشمالية، وهي ليست يعني لا يمكن الاستفادة منها في أي حرب على غزة، وبالتالي عملية المشاغلة التي تحصل من على حدود اللبنانية هي موجودة وواقعة. في العراق نجد أيضا استهداف للمواقع القوات الأمريكية، وأيضا محاولات من اليمن أيضا، ويعني واضح المحور كيف يحاول أن يتدخل بالتدرج، ولكن
بحسب قواعد عسكرية معينة. عود لك سيد قاسم، شنو مصادر قوات المقاومة اللي خلت الاحتلال رغم العدة والعدد الكبير والقوى المقتحمة اللي دخل بها ما يحقق هذا الوجود والإثبات بأول مواجهة برية؟ يعني أسلحة هذا المحور المبارك هو الإيمان الكبير المطلق بالأرض، يعني هؤلاء في فلسطين هم أصحاب أرض، وهؤلاء الغزاة الذين يحاولون ذبح الشعب الفلسطيني وقد ذبحوا جزء كبير منه، أيضا هؤلاء يعني هنالك لديهم شعور كبير بأنهم ليسوا أصحاب أرض. إذن مسألة مبدأ ومسألة عقائدية. باقي الساحات الأخرى حقيقة من المستضعفين مثل الساحة اليمنية، الساحة اللبنانية، الساحة العراقية، يعني الإيرانية، هذه الساحات حقيقة عانت كثيرا من الاستكبار الأمريكي والجبروت الذي أجبر المقاوم في هذه الساحات على أن يتصدى إلى هذه القوة الغاشمة في تلك البلدان. هذا أيضا أعطى زخم كبير وأعطى هدف كبير أيضا لأبناء المحور المقاوم أن يكون بهذا الحجم وبهذه الكيفية، وأن تتراص الساحات من أجل رفض هذه الهيمنة الغربية على مقدرات هذه الشعوب. يعني الكل يعلم أنه الغرب حاول يعني تفتيت الساحة اليمنية بالأدوات الخليجية وبعض الجيوش المرتزقة، لكنه على مدى 7 سنوات ونصف لم يستطيعوا. وأيضا في الداخل العراقي لا زال يوم العراق بلد محتل من الجانب الأمريكي، هناك مسارين في الداخل العراقي، مسار الدبلوماسي إخراج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق، وهناك أيضا مسار عسكري لاستهداف المصالح الأمريكية في الداخل العراقي، في لبنان أيضا وفي سوريا وفي فلسطين. هذه حقيقة هي المعطيات التي يعني جعل من المقاوم أو المحور المقاوم أن يكون بهذه القوة. فضل عن ذلك هنالك يقف يعني قائد المحور المقاوم السيد علي الخامنئي بثقله والحكومة الإيرانية وبالتصنيع العسكري، وهنالك دعم عسكري كبير من الجانب الإيراني لهذه المحاور المستضعفة، وذلك طبعا يصب في الجانب الشرعي الدين الإسلامي. لذلك نقول هذه القوة جاءت من هذه الحيثيات ومن هذه المعطيات. إجمالا نقول أنه المحور اليوم تمتع بإمكانيات عالية كبيرة، والنتيجة أنه هذا الذي يحصل اليوم في جنوب لبنان وفي داخل فلسطين المحتلة، أنه هناك حسابات عسكرية كبيرة لجانب العدو الصهيوني قبل الخوض مع مغامرة معينة مع هذه الساحات. وحقيقة كان سابقا الجانب الصهيوني يدخل إلى أي منطقة يضرب وثم يخرج بكل هدوء وبكل أريحية، لكن اليوم المعادلة تغيرت والساحة اختلفت كثيرا. لكن سيد قاسم، قيادة الجيش الصهيوني صرحت بأن هذه العملية هي ليست العملية البرية المخطط لها، إنما هذه عملية محدودة الأهداف. هل رفعت قيادة الجيش الصهيوني الحرج عن هذه العملية وهذا الفشل؟ حقيقة هذا الكلام يعني كلام يعني مضلل وكلام يعني فيه كذب وتدليس كبير. يعني لو كانت القوات الصهيونية تمتلك ولو مساحة شبر واحد داخل الأراضي الفلسطينية لاستغلت هذا الشبر. العملية عملية رفع للمعنويات، لأن الجيش الصهيوني بدأ مهزوز كثيرا، كثير من قيادات الجيش حتى أنها قد استقالت، هناك كثير من ضباط الجيش الصهيوني قد خرجوا عن الخدمة، هنالك حقيقة انقسام بالداخل الصهيوني باعتبار أنه هنالك قوة كبيرة تقف بالضد منهم، وهنالك تضليل من قبل قيادات الجيش الصهيوني التي يعني حقيقة أجبرت هؤلاء على أن يكونوا بهذا الفعل. حتى أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني جاء من يوم الأول قوات أمريكية وضباط ومستشارين، جاء بلينكين وقال بالنصر الواحد أنه يهودي. هذه الأدوات الداعمة للجانب الصهيوني هي التي حاولت دفعه باتجاه أن يخوض حرب برية. ثق لو كان هنالك يوم ليلة أمس مجال لاقتحام القوات البرية الصهيونية داخل غزة لاقتحموها بكل هدوء، لكنه صلابة الموقف المقاوم الفلسطيني وإيمان المواطن الفلسطيني بقضيته المشروعة هي من التي حدت من التدخل البري. وأنا أقول وبغرص قاطع وأحسبها علي أنه ما قام به العدو الصهيوني يوم أمس هو عملية اقتحام برية، وليست كما صرح في الإعلام أنه عملية يعني تأجيل أو عملية صغرى هذه أو عملية جس نبض كما يروجون هم بذلك. الموضوع ليس جس نبض، حاول اقتحام، لكن قوة وصلابة المحور هي التي صدتهم عن التدخل في داخل غزة. نعم، أعود لك سيدة زينب، إضافة إلى هذا الفشل اللي واجهتها الكيان الصهيوني، هناك الضغط سابق أيضا يشكل أهالي الأسرى
الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة حماس حاليا في غزة، إلى أي درجة سوف كل هذه الضغوط تشكل عامل ردع أيضا للكيان جبر على المفاوضات؟ شوف، كان لافتا جدا برودة التعاطي الإسرائيلي مع موضوع الرهائن والأسرى. لو كانوا هؤلاء المخطوفين أو الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين لو كانوا أمريكيين لكنا رأينا الولايات المتحدة تتصرف بطريقة مختلفة جدا، لربما كانت يعني تقوم بعملية مفاوضات وتحرير لهؤلاء الأسرى ومن ثم تفكر ماذا يمكن أن تفعل لكي تنتقم من الأشخاص الذين قاموا بالعملية. ولكن تمت عقيدة، وكنت أبحث أنا عن هذا الموضوع، تمت عقيدة في لدى الإسرائيليين بأن الأسرى يحتسبون خلاص ضحايا، يعني لا يقومون باحتسابهم، لا يمكن أو لا يريدون أن يشعروا أنه يمكن لي ذراعهم بموضوع الأسرى، ولذلك يوجد لديهم في وأنا قرأت هذا في عدة أماكن، هم لم يتحدثوا بذلك علنا لأنه ثمة رأي عام عالمي يمكن أن يدينهم ولا يقبل منهم هذا أو هذا التصرف أو أن يعني يصير ردة فعل عكسية يعني حول هذا الموضوع بأنه أنتم تدعون الديمقراطية وخاصة في الولايات المتحدة، لأنه إسرائيل والشعب والإسرائيليين يعني تقريبا هم امتداد اللوب الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة، وبالتالي فالإسرائيليين حقا في مأزق، ولو كان بإمكانهم أمام الرأي العام العالمي أن يحتسبوا هؤلاء ضحايا وأن لا يكونوا يعني خلص موجودين بالنسبة لهم لكانوا فعلوا ذلك، ولكن طيب الوضع العالمي لا يسمح لهم. طيب بالنسبة لحركة حماس، شلون المفروض تتعامل ويا قضية الأسرى؟ شلون ممكن تستفيد وتفاوض على الأسرى الإسرائيليين؟ ويوم أمس أيضا قامت الحركة بأسر عدد من القوى الإسرائيلية المقتحمة. بالنسبة لحماس، هم قالوا بأن الأسرى المدنيين سيتم الإفراج عنهم مقابل الغذاء، النفط، الإنترنت والمسائل اللوجستية التي تحتاجها غزة، وكان ذلك وكانوا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى صفقة في هذا الموضوع مع بوساطة قطرية، ولكن تم إحباطها، وهذا يؤكد الكلام الذي كنت أتحدث عنه، وهم يعرفون بأنه ثمت أصبح يعني قتل الكثير من هؤلاء الأسرى من جراء القصف على غزة، ولكن هم ليسوا مستعدين للتنازل أبدا من أجلهم. أما بالنسبة للجنود فسيتم التعامل معهم، يعني هؤلاء الجنود العسكريون وبحسب رتبهم أيضا هم ما يتم الرهان عليهم بأنه سيتم تحريرهم مقابل الأسرى الموجودين في السجون. وأيضا كان ثمت في الصفقة التي كانوا يتحدثون عنها بأنه كل الأطفال والنساء والمدنيين وليس الجنود أن يكون في المقابل أيضا تحرير النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية، لكن فشلت هذه الصفقة في اللحظة الأخيرة قبل أن يبدأ الهجوم البري. سيد قاسم، إسرائيل راح تزيل قضية الاقتحام البري نهائيا من قاموس خياراتها، ولو ممكن تجازف هيجي مجازفة غير محسوبة العواقب مرة أخرى؟ أنا أعتقد أنه سوف لن تقدم مرة أخرى القوات الصهيونية بالتفكير يعني بغزو غزة حقيقة عن طريق البر، إلا إذا كان هنالك مستشارين ومدربين من الجانب الغربي الأمريكي أو البريطاني ربما تعاود مرة أخرى. لكن حتى وإن حصل هذا برأيي القاصر أنه يعني التحديثات الكبيرة التي أجريت على المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني سوف تحبط هذه المحاولات، فضلاً عن ذلك هنالك وحدة ساحات، يعني الساحات عندما اتحدت خلال اليومين الماضيين تم تغيير كثير من الاستراتيجيات الغربية والصهيونية على وجه الخصوص عندما فكرت باقتحام غزة. يعني أنا أصر على مسألة أنه مسألة جس النبض هذه حقيقة لم تكن في وارد اهتمام الإسرائيليين، بالعكس يوم أمس رادوا أن يعني في المصطلحات العسكرية عذرا أن يعني يعرفوا مصادر النيران، يعني فوهات النار.
لكنه عندما تفاجؤوا بهذا الكم الهائل من الساتر الناري الذي أحاط به أبناء غزة، المقاومة الفلسطيني في غزة، القوات الصهيونية حقيقة انذهلوا كثيرا وعلموا جيدا، لأن هؤلاء الأمريكان مدربين تدريب عالي، فعلموا جيدا أن هذه الاستراتيجية العسكرية، هذه الاستراتيجية العسكرية التي يعمل عليها المقاومة الفلسطيني هذا اليوم إنما جاءت بفعل تدريبات كثيرة، وهنالك استراتيجية قد وضعت بعناية فائقة جدا. نعم. من الممكن أن تقلب المعادات العسكرية في أي لحظة. طيب بالنسبة سيد قاسم للقصف الإسرائيلي يوم أمس وفجر اليوم مكثف بشكل كبير، أغلبيته كان استعمل بمتفجرات هدامة، تعتقد كان هدف هذه المتفجرات الثقيلة هي الأنفاق تحت غزة؟ هي حقيقة يعني هو الهدفين يعني المستهدفات، يعني هي أول ورقة ضغط على منظمة حماس وكتائب القسام بالكف عن يعني إطلاق النيران على المستوطنين والمستوطنات الصهيونية، وأيضا غير ذلك أنه استعملوا الصواريخ يعني الدقيقة والفائقة الدقة التي حقيقة كانت يستهدفون بها أنفاق غزة، لكن شبكة الأنفاق في غزة كبيرة جدا، ومن الصعب جدا على أي كان يعني سواء كانت جيش أمريكي، جيش صهيوني، جيش بريطاني أن يعلم يعني حدود هذه الشبكة، لذلك يعني هم يحاولون قدر الإمكان يعني تخريب ما يمكن تخريبه عسى ولعل أن يصلوا إلى هذه الأنفاق التي أذلت الكبرياء الغربي بشكل كبير جدا، يعني الأنفاق التي وضعت في غزة والتي عمل عليها المواطن الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني حقيقة كانت كبيرة جدا ودقيقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تخرج عن الخدمة مهما كثفوا النيران ومهما استعملوا من صواريخ ذكية أو غير ذكية، لذلك هم يحاولون يعني استهداف البنى التحتية الفلسطينية، وأينما يأتي الصارخ فهم الرابحون باعتبار أنه لو مات إنسان فلسطيني هو ورقة ضغط على الجانب المقاوم، إذا كان هنالك يعني تفليش لهذه الأنفاق أيضا هناك يعتبر نصر للصهاينة، لكنه أعتقد أنه لهذه اللحظة لا زال الوضع تحت السيطرة، والمقاومين الفلسطينيون في غزة لا زالوا يتمتعون بروح قتالية وثابة وعالية، وحقيقة يعني انتصارات يوم أمس ليلا حقيقة أضافت كثير من الأوراق الإيجابية حتى للمواطن الفلسطيني المفجوع الذي فقد أبنائه وأخوته وزوجته، حقيقة الكل هناك البارحة كان هناك تفاعل كبير بين الشعب الفلسطيني والمقاوم الذي يعني حقيقة أذل الكبرياء الصهيوني كثيرا عندما حاولت القوات الصهيونية اقتحام غزة من أكثر من محور، لكنه كثافة النار والساتر الناري الذي تعرض له أذلهم كثيرا، وأعتقد أنه قلب ساحة المعركة إلى موضوع آخر وساحة اشتباك جديدة، وهذا حقيقة أعتقد اليوم الأمريكان يعملون عليه مع الجانب الصهيوني من أجل تدارك الموقف فيما إذا تم مرة أخرى اقتحام غزة بريا. نعم. سيدة زينب، قبل أيام اللي جمع السيد حسن نصر الله بالقيادات لحماس وحركة الجهاد ووضع مجسم الأقصى في وسط هذا اللقاء وسط هذه القيادات، ما هي الدلالات والرسائل من هكذا لقاء بهكذا صورة؟ نعم، هذا اللقاء جاء ليؤكد على وحدة الساحات، جاء ليؤكد على التنسيق في لدى قيادات محور المقاومة، وجاء ليؤكد أيضا على صمود وعلى قوة حماس أيضا والمقاومة الفلسطينية في غزة، على الرغم من أنه نحن في اليوم تقريبا يعني شارفنا على 18 يوما على ما أعتقد، لكن حماس ما زالت في قوتها، حماس ما زالت تملك الصواريخ، حماس ما زالت تملك العزيمة، وحتى أهل غزة يعني هم يظنون أنهم عندما يقصفون يعني الناس وعندما يقتلون الناس فإنهم سيؤلبون بذلك البيئة الحاضنة لأهل غزة على المقاومة الفلسطينية، ولكن نحن لدينا قاعدة قالها أمين عام حزب الله السابق الشهيد عباس الموسوي، قال اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر، وهذا ما نلاحظه في الفيديوهات التي نشاهدها بأنه الناس أكثر وعيا. فإذا هذا اللقاء الذي جاء، وأيضا كان ثمت آية قرآنية معلقة على الجدار بأنه لا يقاتلوكم إلا من خلف جدر محصنة، أعتقد يعني ما مطلوب هذه الآية، كل ما في هذا اللقاء كان له دلالات، كان له دلالات على الشعور بالقوة، الشعور قوة الحق،
قوة الحق أستاذي يعني لا يمكن أن تهزم، يعني لم يتسلح أحد بقوة الحق، وإلا يعني ممكن يخسر جولة، يخسر جولتين، ثلاث جولات، ولكن سينتصر في النهاية، ونحن نملك قوة الحق إن شاء الله. اجتماع هؤلاء القادة جاء ليؤكد إذن على تماسك محور المقاومة في ظل الكثير من المقالات التي انتقدت انه لماذا حزب الله لم يتدخل بعد، لماذا المحور لم يتدخل بعد، لماذا طيب. نحن بس في من جانب آخر بالمقابل أيضا كانت هناك كلمة لإسماعيل هنية وأكد بهذه الكلمة الصمود واستمرار الحرب والمواجهة. هذه الكلمة تزامنت مع زيارة وفد من حماس إلى روسيا ولقاء المسؤولين هناك. أكو ارتباط بكل هذه التأكيدات من قبل القيادات، قيادات المقاومة، أكو استناد إلى وجود دعم ربما يكون من روسيا أيضا بموقفها المعلن والواضح بدعم القضية الفلسطينية؟ نعم، روسيا والصين كلاهما كان ثمت تصويت في الأمم المتحدة على عمل ضد حماس، ولكن قاموا بوضع الفيتو كلاهما يعني على هذا الموضوع. وروسيا أكدت مرارا وتكرارا وعلى لسان بوتين بأنه واضح أنه كان الاصطفاف إلى جانب أهل الفلسطينيين، لأنه هؤلاء يعني وإن كانت روسيا تعترف بالدولة الإسرائيلية أو بالكيان المؤقت يعني، ولكنها تعترف بحل الدولتين أيضا والذي تمت المصادقة عليه في الأمم المتحدة، وهذا ما لا يقبل أو يوافق أن يقوم به الإسرائيليون وخاصة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. بالطبع روسيا لها موقف بهذه الحركة الدبلوماسية التي حصلت من قبل هنية في الوقت الذي كان العروري يزور السيد حسن نصر الله. أي عمل عسكري أو أي عملية حربية يكون لها حركة دبلوماسية موازية لتأكيد المواقف، لأيضا توضيح الاصطفاف. يعني أنتم عند يعني رمزية موضوع الزيارة إلى روسيا أنه أيضا هناك دولة كبرى ودولة عظمى موجودة إلى جانب أي نوع من الحروب المقبلة التي يمكن أن تفكروا فيها في هذه المنطقة، ويمكن أن تشعل بالفعل حربا عالمية ثالثة. سيد قاسم، تتحدثون عن ضرورة توحيد ساعات أو ساحات المقاومة ضد هذه الهجمة الصهيونية والأمريكية على غزة، لكن هناك حاليا فعلا في العراق المقاومة الإسلامية العراقية توجه عدة ضربات صاروخية لقواعد ومصالح أمريكية حتى خارج الحدود على قاعدة أمريكية في سوريا. طيب هذا إلى أي درجة ممكن يسبب حرج للحكومة العراقية؟ نعم، ربما يسبب حرج الحكومة العراقية، لكنه حقيقة اليوم الموضوع أكبر من الحكومة العراقية وأكبر من الجغرافيا لأي بلد كان. يعني هنالك اليوم هجمة بربرية تحدث على محور فلسطين بشكل كبير جدا. لذلك نقول أنه سلوك المقاومة الإسلامية باستهداف المصالح الأمريكية في منطقة غرب آسيا بأكملها، بالمناسبة ليس في سوريا فقط، يعني في العراق، في سوريا، وربما تتطور في قادم الأيام إلى قواعد الأمريكان في منطقة الخليج العربي. حقيقة هذا كله يعني متاح ومن الممكن أن يتحقق. لذلك نقول أنه يجب أن يكون هناك موقف رسمي أقوى من الموقف السابق للحكومة العراقية بتفعيل القرار البرلماني القاضي بإخراج القوات الأجنبية فضلاً عن الأمريكية الذي أقره البرلمان السابق. وبعد دراسة مستفيضة مع بعض الأخوة القانونيين يوم أمس تبين أنه هذا القرار البرلماني ملزم للبرلمان الحالي، يعني البرلمان السابق عندما قرر هذا القرار يعني كان ملزم للبرلمان الموجود حاليا بتفعيله، لكن للأسف الشديد هنالك أجندة سياسية أجنبية تتحكم بالداخل العراقي هي من خلط الأوراق. لذلك نقول على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي اليوم تبني هذا الفكرة وعملية تفعيل هذا القرار مرة أخرى حتى لا يكون هناك إرباك أو إحراج ما بين المقاومة الإسلامية ووحدة الساحات مع إحراج الحكومة العراقية التي كان لها حقيقة موقف نبيل وموقف كبير جدا عندما ذهب السيد محمد الشاع السوداني للمؤتمر في القاهرة وقال قول الفصل باعتبار أنه هناك شعب يباد، وكانت يعني كلماته ذو تأثير كبير على الحاضرين. لذلك عكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، فنتمنى أن يكون هناك تناغم وتنسيق ما بين الحكومة العراقية وفصائل المقاومة باستهداف
المصالح الأمريكية سواء كانت على المسار الدبلوماسي أو على المسار الآخر المقاوم والرافض للوجود الأمريكي في الجغرافيا العراقية. نعم. طيب سماحة السيد مقتدى الصدر طالب في بيان طالب الحكومة العراقية بطرد أو غلق السفارة الأمريكية، ممكن تستجيب الحكومة لهكذا مطالب مع العلم أكو مخاطر بأن يواجه العراق عقوبات أو ضغوط اقتصادية من الأمريكان؟ نعتقد أنه اليوم الحكومة العراقية قد تركت موضوع التواجد الأجنبي في الساحة السياسية أو الجغرافية العراقية إلى فصائل المقاومة، يعني حقيقة يعني خروج أو إغلاق عفواً السفارة الأمريكية في هذا الوقت يعني أعتبر برأيي خطأ كبير جداً. يفترض أنه بالسيد مقتدى الصدر وجميع القوى السياسية العراقية أن تحاول تفعيل القرار البرلماني القاضي بإخراج القوات الأجنبية والأمريكية مرة أخرى قبل إغلاق السفارة. يعني نعم ثبت لدينا أن الجانب الأمريكي هو من يقود المعركة في فلسطين المحتلة، لكنه يجب أن تكون لك أولويات بالعمل السياسي في الداخل العراقي، يعني خروج القوات الأجنبية والأمريكية قبل أن تغلق السفارة. نعم. بعد أن تخرج القوات الأجنبية من العراق من الممكن أنه يتم استدعاء السفيرة الأمريكية من قبل وزير الخارجية لتحميلها رسالة احتجاج باعتبار أنها تتدخل في الشأن العربي الإسلامي الفلسطيني، لكنه للأسف يعني هنالك عدم فقه لبعض أبجديات السياسة العراقية، فأنا أقول أنه من الخطأ جدا إغلاق السفارة الأمريكية في هذا التوقيت الحساس جدا والمفصلي في الأيام التي حقيقة هي تكاد أن تكون أيام صعبة جدا على كل منطقة غرب آسيا. سيدة زينب، أود أن أسألك أيضا عن الدور الإيراني في هذه المواجهة، والدور الإيراني معروف بدعم كل ساحات المقاومة ضد الكيان الصهيوني وضد الغرب بشكل عام، لكن ليش كل الأنظار متجهة إلى الجمهورية الإسلامية؟ ليش الشكر للجمهورية الإسلامية والعتب أيضا على الجمهورية الإسلامية؟ ها إيران راح تتدخل، ها إيران ما راح تتدخل، طيب ليش ما حد يحكي عن بقية الدول العربية وخصوصا المجاورة لفلسطين المحتلة؟ بكل بساطة لأنه إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي أعلنت العداء لإسرائيل، لأنه إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي خاصة من الدول العربية يعني لم توافق على أو لا تقبل موضوع التطبيع أو لم توافق على المهادنة أو حتى لم توافق على حل الدولتين، لأنه إيران بكل بساطة هي لم تقم فقط الأقوال وإنما قامت بالأفعال. عندما تشكل إيران محور يعني تجهزه لكي يعني يتمكن من شعوب المنطقة التي هي بالأساس ستتضرر من إسرائيل ومقدساتها ستتضرر من المشروع الصهيوني، عندما تشكل هذا المحور وتقوم بدعمه بشكل عام فإذا هي تقوم بفعل، هنا هي تعادي العالم كله يعادي إيران، وإيران تتعرض للعقوبات كلنا كما نعرف فقط بسبب موقفها، ونحن نعرف جميعا بأن الأمريكيين يقولون الإيرانيين فقط تخلوا عن هذه المبادئ التي تتحدثون عنها وهي محاربة الاستكبار العالمي ودعم المستضعفين وموضوع محورية قضية فلسطين في حتى موجودة في الدستور الإيراني، يعني تخلوا فقط عن هذه المبادئ وأنتم ستصبحون يعني كما كان الشاه شرطي الخليج، ولكن إيران لم تتخلى عن هذا الموضوع وهي ما زالت تعاني من عقوبات اقتصادية وتعاني على كافة المستويات وتفتح حرب واسعة جدا، فيما الدول العربية والأنظمة العربية هي إما مطبعة وإما تقوم بعلاقات سرية خفية وإما يكون موقفها خجول جدا، يعني إلى درجة أنه نجد يعني أيام عبد الناصر كان موضوع القضية الفلسطينية كانت مسألة أساسية جدا، يعني كان لا يمكن أن يحصل ما يحصل الآن مثلا وتجد الشعب العربي نائم في منزله، يعني عملية كما التي حصلت البارحة لو كانت يعني في النظام العربي أو في العلاقات الدولية العربية الفترة الوحيدة التي كان فيها اتفاق بين الدول العربية وعدم شجار ويعني كان هناك عن جد جامعة الدول العربية كانت في أيام عبد الناصر، يعني كان لا يمكن أن يحصل هكذا نوع من العمليات والشعب العربي تجده جالسا في منزله، لكن الآن يعني ليس مفهوما، يعني حتى لا أحد يمكن أن يجيب، حتى المطبلين الذين يطبلون للسعودية والتي لا توافق على موضوع التطبيع إلا من خلال تحصيل حقوق للفلسطينيين، أين هي السعودية؟
اصلا لا احد يعني كانوا في السابق الفلسطينيين عندما يناشدون احدا وكنا نشاهدهم على التلفاز كانوا يقولون اين العرب اين العرب، الان لا نسمعهم يقولون اين العرب، هم الان فقط ينتظرون من ايران التدخل. نشاهد في مصر مظاهرات تقول يعني تطالب السيد حسن نصر الله ان يقوم بالتدخل حالا، لم يعد تم مناشده للعرب لانه العرب اعلنوا موقفهم و فقط إيران الآن هي التي تتصدى فعلا وليس قولا، ولكل من يقول الآن خاصة لأنه الآن تمت حملات أنه الإيرانيون فقط يصرحون ويقولون مواقف. قبل قليل كنت أشاهد أحد اليوتيوبرز المصريين يقول بأنه إيران باعت حماس، لماذا؟ لأنه الآن تتم هذه العملية ولم تقم إيران بالتدخل حتى الآن، لماذا؟ وهو يقول وكان يتحدث انه انهم بس يقولون ولا يفعلون. طيب. سيده زينب اريد ارجع لك الى قضيه مصر، كيف يمكن لكن هذا المنطق ان يحصل؟ اسمحي لي ارجع لك بعد قليل الى قضيه مصر، لكن ايضا دعونا نستقبل الباحث بالشؤون السياسيه والاستراتيجيه عبر الهاتف من سوريا الدكتور اسامه دانوره. اهلا بك يا دكتور، ضيفا كريما عبر الهاتف. دكتور، مقابل مشاركه فشل الاقتحام الصهيوني البري يوم امس لقطاع غزه، المقابله ممكن ان نشهد اعاده ترتيب الكيان لصفوفه، ممكن ان تدخل واشنطن على هذا الخط، خط اقتحام عسكري او مواجهه عسكريه بريه مباشره مع الفلسطينيين. أهلا بك يا دكتور، إذا تسمعني سألتك أنه مقابل فشل الكيان الصهيوني يوم أمس بالاقتحام البري لقطاع غزة، ممكن أن نشهد إعادة ترتيب إسرائيل لصفوفها، ممكن أن تدخل واشنطن بأسلوب جديد ودور جديد بهذه العملية؟ يبدو أن دكتور أسامة ماذا يسمعنا. أرجع لك سيد قاسم بذات السؤال، ممكن أن تغير واشنطن من استراتيجيتها بالتعامل ودعم الكيان بمشاركة فعلية وعلى نطاق أوسع؟ وعادة ما نعرف أن الأمريكان يستثمرون أي صدمة، يستثمرون أي حدث جيد أو غير جيد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية داخليا وخارجيا، ممكن أن تستفاد من هذه الصدمة اللي واجهتها إسرائيل وواشنطن أيضا بمحاولة القضاء على غزة نهائيا؟ نعم، يعني حقيقة هذا من ثوابت محور المقاومة أنه الأمريكان لديهم حصة الأسد في عملية الاستحواذ على المنجز الصهيوني إن كان هناك منجز. يعني من اليوم الأول الكل يعلم أنه الطيارات التي تقصف غزة هي بقيادة ضباط أمريكان جاءوا من واشنطن على وجه السرعة من أجل تلافي الانهيار الكبير لدى الجنود الصهاينة. نقول أنه كل السيناريوهات مطروحة وكل شيء معمول حسابه، والمحور اليوم لدي حقيقة يعني من المراكز الفكر والتخطيط التي تضع كل الاحتمالات بل أسوأها وتعمل على ذلك. لذلك نقول نعم. أمريكا لا تتردد في ذلك، وحقيقة هذا ثابت لدى محور المقاومة. نعم، أرجع إلى سؤال أخير معك ست زينب، كنا نتحدث عن مصر، ممكن أن تغير مصر من أو الحكومة المصرية من أسلوب تعاملها مع هذه المواجهة، هذا الصراع مع الكيان الصهيوني، خصوصا هي تتعرض لمخاطر أيضا على أراضها في سيناء وكذلك سقوط عدد من الصواريخ في سيناء؟ نعم، كل ما يهم المصريين هو أن لا يتم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وأن يصبح هناك يعني هم يعتبرون بأنه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء هو بمثابة يعني سيصبح لديهم بؤرة أمنية وسيكون هناك مشاكل، يعني سيكون في صراع بين المقاومة وبين الإسرائيليين وبالتالي ستكون جبهة مفتوحة كما يحصل في لبنان، وأيضا هم يخافون من مشاكل أمنية في داخل المخيمات، وهذا المخطط والمشروع قديم جدا يعني، واليوم تدفع الولايات المتحدة بشكل كبير جدا وتغريهم ب يعني إنهاء الديون المصرية واستثمارات كبيرة، ولكن المصريون لم يوافقوا إلى حد الآن. يعني أداء مصر في هذا الموضوع يعني يمكن أن نقول بأنه أصبحت خاصة بموضوع معبر رفح يعني
يعني اصبحت نوع من السجان او ما يشبه السجان يعني على هذا المعبر، حيث يحصل يعني الكثير من الاذلال للفلسطينيين، واذا كانوا يريدون ان او ان يخرجون ممكن ان ينتظروا ربما 3 أشهر حتى يدخل او يخرج الفلسطيني. التعامل المصري مع الفلسطيني ليس جيد ابدا على هذا المستوى، ولا وليس بالافق بانه يمكن ان تغير مصر يعني من هذا الموضوع، على الرغم من كل الاغراءات وكل الوساطات القطريه والاماراتيه والامريكيه على حد مستوى. الشكر جزيلا لك يا المحلله السياسيه السيده زينب عقيل، كانت معنا مباشره عبر سكايب من بيروت. شكرا لك سيده زينب، والشكر الجزيل لعضو الرابطه الدوليه للمحللين السياسيين السيد قاسم العبودي. شكرا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا. الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام هذه التغطيه.